لكم مشاهدينا ومستمعينا وحلقة جديدة من برنامج دولة الرئيس. وفي البداية التقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشاه السوداني رئيس الجمهورية السيد عبد اللطيف جمال رشيد، وشهد اللقاء البحث في آخر التطورات على الصعيدين الوطني والدولي وسير التحضيرات والتهيئة لانتخابات مجالس المحافظات المقررة في كانون الأول المقبل، إذ جرى التأكيد المتبادل على أهمية إجرائها وتوفير مستلزمات نجاحها لتكون نتائجها المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي. بحث رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشاه السوداني ورئيس إقليم كردستان العراق السيد نيجرفان بارزاني عددا من القضايا والملفات المالية والسياسية على المستوى الوطني، والتأكيد على ضرورة تنسيق الجهود من أجل إسناد الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي الذي تصب محاوره على تحسين الخدمات والنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي في جميع أنحاء العراق. ناقش رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى سيد فائق زيدان عددا من الملفات والإجراءات القضائية المتخذة من أجل سيادة القانون وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، كما ناقش الجانبان أهمية تعزيز الجهود التي يبذلها القضاء العراقي في محاسبة المتلاعبين بقوت الشعب والمضاربين بالعملة الأجنبية. وأيضا استقبل دولته كبير علماء المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء الشيخ أحمد حسن الطه، وجرى خلال اللقاء استعراض جهود استدامة السلم الاجتماعي وتعزيزها ودعم خطاب الاعتدال والوحدة الإسلامية في ظل التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة، كما تناول اللقاء أهمية تضافر الجهود العربية والإسلامية في سبيل دعم أبناء الشعب الفلسطيني وقضيتهم العادلة في ظل ما يتعرضون له من جرائم وحصار من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني. وفي إطار متابعة سيادته إجراءات الإصلاح المصرفي، ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشاه السوداني اجتماعا ضم السيدة وزيرة المالية والسادة محافظ البنك المركزي ومديري المصارف الحكومية، جرت خلاله متابعة آليات العمل والإجراءات المتحققة في الإصلاح الإداري والمصرفي الذي شرعت الحكومة العراقية في تنفيذها، وشكل إحدى أولويات العمل المندرجة ضمن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة في البلاد. وأكد السوداني أيضا أن مديري المصارف سيخضعون إلى تقييم الأداء في ضوء تطبيق الخطة القادمة ومقدار الإنجاز أيضا. ترأس سيادة رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الخامس للجنة العليا لتنفيذ مشروع طريق التنمية وميناء الفاو الكبير، وشهد الاجتماع استضافة الاستشار الإيطالي الذي قدم دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع، كما جرت مراجعة آخر الإجراءات المتخذة والعروض المقدمة من الشركات العالمية والرصينة لتنفيذ المشروع. رعى رئيس مجلس الوزراء توقيع اتفاقية تعاون وبناء القدرات بين سلطة الطيران المدني العراقية ومنظمة الطيران المدني الدولية الإيكاو، إذ تهدف الاتفاقية إلى التطوير المؤسسي لسلطة الطيران وتقديم الخبرات والدعم بما يسهم بتطوير قطاع الطيران المدني في العراق ومجال النقل الجوي أيضا. أجرى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشاه السوداني زيارة إلى مقر جهاز المخابرات الوطني العراقي، وعقد سيادته اجتماعا بالكوادر المتقدمة في الجهاز واطلع على مجريات عمله وتشكيلاته ومديرياته ومستوى فعالية الأداء ضمن تنفيذ الواجبات والمهام المنوطة به، وأكد أهمية الدور الوطني والفعال للجهاز في ترسيخ الأمن وحماية البلاد وسيادته من التهديدات والتحديات الخارجية وفي صيانة استقرار مؤسسات الدولة العراقية في مختلف المجالات والسلطة.
وكذلك ترأس القائد العام للقوات المسلحة اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، وشهد الاجتماع مناقشة الهيكلية المقترحة لمركز إدارة الأزمات والكوارث الذي يهدف إلى بناء منظومة وطنية لهذا الغرض، وتوحيد الجهود بين جميع الوزارات المعنية في هذا المجال للاستجابة الفورية والسريعة لأي طارئ قد يحدث. وناقش المجلس الخطوات الواجب تنفيذها واتخاذها لإنصاف جرحى الحرب من منتسبي وزارة الدفاع الذين أصيبوا خلال خدمتهم العسكرية. ترأس دولة رئيس الوزراء الاجتماع الدوري السابع للسفراء العراقيين الممثلين في الدول العربية والأجنبية، واستعرض السوداني موقف العراق الرسمي إزاء التطورات الإقليمية الأخيرة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، كما استعرض أبرز ما تم إنجازه في البرنامج الحكومي في جوانبه المختلفة. وقدم سيادته جملة من التوجيهات إلى السادة السفراء والبعثات الدبلوماسية من أجل تعزيز علاقات العراق الخارجية وعكس صورة العراق في الخارج بصورة جيدة. استقبل رئيس مجلس الوزراء وفد جمعية رعاية أطفال السكري بصحبة عدد من الأطفال المصابين بمرضى السكري من بغداد ومحافظات أخرى. وفي مستهل اللقاء أكد السيد رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة ضمن برنامجها وأولوياتها بعملها بالقطاع الصحي وتوفير العلاجات والرعاية اللازمة والمتابعة الضرورية لجميع شرائح الأمراض المزمنة خاصة الأطفال المصابين بمرض السكري. وفي الشأن الدولي، استقبل رئيس مجلس الوزراء سفير المملكة المتحدة في العراق السيد ستيفن هيتشن، وجرى خلال اللقاء التباحث في مجمل العلاقات العامة بين البلدين وأبرز مجالات تطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة لشعبيهما، كما جرت مناقشة تطورات الأوضاع في غزة وما يواجهه الشعب الفلسطيني من عدوان متواصل. تلقى رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء كندا السيد جاستين ترودو، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والتداول بشأن تطورات الأحداث الجارية في قطاع غزة وتفاقم الأوضاع الإنسانية فيها. وأكد سيادته موقف العراق الراسخ والواضح من القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني في حقه بالعيش بكرامة على أرضه، وكذلك إدانة استمرار العدوان ضد غزة والشعب الفلسطيني. كذلك تلقى دولته اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الهولندي السيد مارك روتا، جرى فيه البحث في تطورات الأحداث بقطاع غزة. وأشار السوداني خلال الاتصال إلى أن ما يحدث في غزة هي جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وخرق واضح لكل الاتفاقيات والقوانين التي بدأت بفقدان قيمتها أمام الأرقام المفجعة للضحايا من الشعب الفلسطيني. استقبل رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية السيد راجا أشرف، وجرى خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز العلاقة الباكستانية العراقية ومجالات تطويرها في مختلف الصعد والمجالات، وكذلك تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، كما شهد اللقاء التباحث في جهود استئناف أعمال اللجنة العراقية الباكستانية المشتركة التي توقفت أعمالها منذ مدة. وكذلك تطرق اللقاء إلى تصاعد الأوضاع في غزة وتفاقم الوضع الإنساني. استقبل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للشرطة الإيرانية السيد أحمد رضا رادان، وجرى خلال اللقاء البحث في أوجه التعاون المختلفة بين العراق وإيران فيما يتعلق بحفظ الأمن الداخلي وملاحقة الجريمة المنظمة والتأكيد على التنسيق الأمني الثنائي في ملفات ضبط الحدود، وكذلك محاربة تجارة المخدرات التي تمثل تحديا مشتركا للبلدين. وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء أهمية التعاون بين جهازي الشرطة في البلدين لإنفاذ القانون وبسط الأمن والاستقرار.
استقبل رئيس مجلس الوزراء رئيس الفريق المستقل للمراجعة الاستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة في العراق السيد فولكر بيرفس والوفد المرافق له، حيث أبدى سيادته الاستعداد اللازم لتسهيل ومساعدة الفريق على القيام بمهامه المختلفة، مستذكرا العاملين في الأمم المتحدة الذين ضحوا بأنفسهم في مختلف أرجاء العالم، وناقش كذلك مجموعة من القضايا الإنسانية والأساسية المهمة. وفيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية، افتتح رئيس مجلس الوزراء مشروعا متكاملا للدواجن في محافظة كربلاء المقدسة، حيث يعد هذا المشروع أكبر مشروع خاص بالدواجن على مستوى العراق نفذ من قبل القطاع الخاص في مدينة كربلاء المقدسة. وتجول سيادته في أقسام المعمل واطلع على الفحوصات المختبرية ومطابقاتها للمواصفات النوعية، كما اطلع على عملية الإنتاج بخطوطه المختلفة وبجميع مراحله أيضا. ترأس رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الرابع للجنة العليا للمياه، وجرى خلال الاجتماع البحث في أوضاع الثروة المائية واستعراض الموقف المائي ومراجعة تنفيذ الخطة الزراعية وفقا للحصص المائية المقررة للمحافظات العراقية. وشهد الاجتماع متابعة إزالة التجاوزات على نهر دجلة في محافظة بغداد، وقد وجه دولته بإجراء مناقلة مالية لوزارة الموارد المائية لغرض القيام بالتكسية الحجرية لضفاف النهر بالتوازي مع طريق السندباد في العاصمة بغداد. وختاما نوافيكم بأبرز القرارات المتخذة في الجلسة 46 لمجلس الوزراء. استمرار إرسال المساعدات إلى شعبنا الفلسطيني في غزة. تسهيل استيراد وإدخال المواد الخاصة بمشروع التكسير بالعامل المساعد FCC لشركة مصافي الجنوب. إنفاذ مذكرة تفاهم مع تركمانستان لاستيراد الغاز. تعديل أجور المحاضرات التدريبية للشباب الخاصة بمبادرة ريادة. إجراءات تتعلق بشفافية العمل المالي والحسابات والمصروفات بصندوق التعليم العالي. تعليمات بمنع تظليل زجاج السيارات دون موافقة رسمية لحين إصدار وزارة الداخلية تعليماتها الخاصة بالأجور. وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج دولة الرئيس. نراكم بالحلقة القادمة وفي أمان الله.